يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن أحدهم قد قال إن طلب الدعاء لك من الخلق، أن تطلب منهم أن يدعو لك، فيه ضعف التوكل على الله وليس من تمام التوكل والاعتماد عليه، فهل هذا القول صحيح؟ يعني عمر عنده ضعف توكل على الله لما طلب الدعاء من العباس، الصحابة لما طلبوا الدعاء من الرسول عندهم ضعف توكل؟ لا، هل مظنة الإجابة، لأن دعاء العبد الصالح مظنة الإجابة، ما هم توكل عليه وإنما هو مظنة الإجابة. نعم.